اهلا بيكم اعزائي الشباب في كل مكان وحلقه جديده وبرنامجكم شباب على الهواء. النهارده بنفكركم ان الانتخابات في اول ديسمبر وتاني وتالت يوم هتكون في الخارج، وابتدوا بالتاكيد الجاليات المصريه تتجه الى اماكن التصويت لاعطاء صوتها. حلقه النهارده هتكون حلقه رياضيه، وزي ما دايما بنقول العقل السليم في الجسم السليم. الرياضه هي لايف ستايل او اسلوب حياه بيؤدي ان الصحه يتحافظ عليها، بيؤدي ان الانسان اللي بيلعب الرياضه بيكون ذهنيا مختلف جدا. فعلا الرياضه السحر، لكن الشباب على وجه التحديد بيهتموا جدا بالرياضه، والنهارده رياضتنا هتكون رفع الاثقال مع فتاه قدرت تحصل على العديد من الميداليات. تابعونا وشباب على الهواء، وفي تقرير عن الرياضه فتابعونا بعد الفاصل. الرياضة من عندي يعني أنا صغيرة وبقالي 6 سنين بلعب باسكت وكده، وبحب إن أنا ألعب باسكت يعني وكده، إن هي فادتني في حاجات كتيرة قوي. ما كنتش بعرف أفرغ طاقتي في حاجة وكده، ولما كنت باجي أتمرن كنت بعرف أذاكر، لكن غير كده ما كنتش بعرف أعمل أي حاجة في حياتي، وفادتني في حاجات كتيرة قوي بجد، ونشطت لي جسمي، وحاسة إن أنا حياتي مختلفة من أنا رياضية وأنا قاعدة في البيت. الرياضة بتنشط الجسم، العقل، ابتكار، كل حاجة حلوة في الرياضة. غيرت فرقت معايا كتير، زي في شكل جسمي وصحتي، ويعني عامة طريقتي وطريقة نومي وكل حاجة. جميلة وتجربة عملية، بس أهم حاجة اللي أنت تقدر حضرتك أو حضرتها اللي هم يقدروا يكملوا فيها، اللي هم مش يجوا في النص وما يكملوش، لازم اللي هم يكملوا فيها، حاجة مفيدة جدا. عدنا مرة أخرى أعزائي الشباب، وزي ما بنقول الرياضة مهمة جدا، خاصة إن في أنواع مختلفة من الرياضة، والشباب المصري دايما بيثبت نفسه في المجالات الرياضية المختلفة، مش بس كرة القدم، لا كمان في ألعاب كتير جدا يمكن مش مسلط عليها الأضواء لكن ليها أهمية كبيرة زي رفع الأثقال. بنرحب بضيوفنا معانا كابتن أمل توفيق لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال. أهلا يا أمل. أهلا بحضرتك. معانا كمان كابتن مصطفى راغب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال. أهلا يا كابتن. أهلا بيك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. يعني طبعا حضرتك قبل ما تبقى إداري في الجهاز كنت لاعب. طبعا لمدة 20 سنة بمارس رياضة رفع الأثقال، بطل عالمي، بطل أفريقيا، بطل عربي. إيه اللي بيميز رفع الأثقال؟ والله لعبة رفع الأثقال تتميز بالإصرار والعزيمة والتحدي. تمام. رياضة رفع الأثقال بالنسبة لمصر هي لعبة رقم واحد في إحراز الميداليات في الأولمبيات. احنا لنا تاريخ على مستوى الاولمبيات احراز كم لا باس به من الميداليات. النهارده اللجنه الاولمبيه المصريه لما بتيجي بتشارك في دوره عربيه، دوره افريقيه، دوره اولمبيه، رقم واحد بتفكر في الاتحاد المصري رفع الاثقال. الاتحاد رفع الاثقال هتحقق لنا كم ميداليه لمصر. يعني على ذكر الميداليات، يعني هتجي لأمل وهقول لك الأول حققتي كم ميدالية وبعدين هعرف قصتك مع رفع الأثقال. كتير يعني كدولي يعني يعتبر 25 ميدالية ولا حاجة ما شاء الله دولي. انت تعليمك ايه؟ تخرجتي من ايه؟ كلية دراسات إنسانية لغة عربية. دراسات إنسانية لغة عربية. تمام. طب اتجهتي امتى للعبة دي؟ وانا عندي 10 سنين 11 سنه عشان رفع اثقال. انا كنت لعبت كاراتيه وجودو وكونغ فو. بعد كده دفاع عن النفس كده، العاب دفاع عن النفس. بعد كده دخلت بقى ورفع اثقال كده. يعني في حد في الاسره بيلعب رياضه اساسا؟ لا ما فيش خالص. مش رياضه، مش راضيين اساسا. يعني هم كلنا دخلنا كده سوا اللعبه، بس هم كلهم بطلوا. يعني انا بتكلم على البيرنتس يعني الاب والام. مفيش، لا مفيش خالص. مفيش. يعني لكن كده. هم خلوكم كلكم تلعبوا رياضه؟ نلعب رياضه، بس انا اللي حد غير اخواتك، يعني حد من اخواتك اتجه لرفع الاثقال؟ لا مفيش خالص. كل واحد متنوعين في مجال شكل. يعني ايه بقى مجالاتهم ايه؟ يعني ايما اختي خريجه كليه تجاره وبتقدم بقى كورسات ومش عارف ايه وحاجات، واخويا كليه علوم، اخت امنيه كليه تجاره. يعني انت اكتر واحده يعني اهتميتي بالرياضه؟ هم كل واحد في مجال، في حاجه، في شغل كده. يعني انا رفع اثقال بس. ليه اخترتي رفع الاثقال وخاصه انك بنت؟ يمكن البعض بيقول ان مثلا الالعاب الدفاع عن النفس بيبقى لها سبب، ان هي مثلا بنت عايزه تحمي نفسها، لكن ليه رفع الاثقال؟ هو اللعبه انا اتعرفت عليها صدفه، يعني عشان كانت شكلها غريب عندنا في الصاله، وانا بحب الرياضه عموما، فدخلت اللعبه فحبيتها بقى فكملت فيها. يعني سنه في سنه لحد ما دخلت المنتخب،
وحققت ميداليات يعني. جميل جدا. طيب لو هنتكلم عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال، يعني ازاي بيتبنى الكوادر الجديدة وازاي بيعلن عن اللعبة او بيجتذب الشباب لهذه اللعبة؟ والله ده هدف الاتحاد المصري لرفع الأثقال، يعني نشر اللعبة ودعم الشباب. دي ليك يا أمل. دعم الشباب مهم جدا عندنا، حتى مؤخرا احنا كان عندنا البطولة العربية والبطولة الأفريقية في القاهرة، شاركنا بعدد كبير من الشباب والناشئين، ده اندل يدل على ان الاتحاد المصري مهتم فعلا بنشئ جديد بروح دم جديدة. الشباب والناشئين في مصر زخرة بيتبناها اتحاد رفع الأثقال، لان هو ده المستقبل بتاعنا. انجازات اتحاد رفع الأثقال لا بأس بها على المستوى العالمي، على المستوى الأولمبي، من خلال شبابنا وبناتنا. احنا طبعا الناس بتسال هو اتحاد رفع الأثقال فيه شابات وبنات؟ يعني لا، ما شاء الله احنا عندنا البنات محققين انجازات عالميه، وعلى راسهم ساره سمير، عبير عبد الرحمن، نهله رمضان. يعني احنا على المستوى العالمي وعلى المستوى الاولمبي احنا في انجازات للسيدات جميله جدا، ميداليات عالميه، ميداليات اولمبيه. عندنا نشأ جديد الوزارة محققها معنا، تارجت مشروع البطل الأولمبي والموهبة، بتدعمنا به بنات من كل مناطق الجمهورية. عبارة عن إيه المشروع ده؟ المشروع دوت الوريد. تمام. الوزارة بتلف أنحاء مستوى الجمهورية كلها، في من الإسماعيلية، في من إسكندرية، في من الغربية، من الصعيد، من القنا، من المنيا، من سوهاج، بنختار أفضل العناصر اللي هي تلائم وتناسب لرفع الأثقال، بيطلع منهم بطل. ده احنا محتاجينه يرفع علم مصر، نسمع النشيد الوطني من خلاله بيحرز لمصر كم من الميداليات، هو ده مستقبل مصر. اهم البطولات اللي شاركتي فيها يا أمل؟ انا لعبت بطولات كتير، يعني الدورة العربية كانت في الجزائر، والدورة الأفريقية في مصر، وحققت ميداليات ذهب في الاثنين. ما شاء الله، هي الميداليات جميله. أيوة. تفرح. وبعدين كان مين المنافسين بشده؟ يعني انا عرفت من الكابتن ان مصر بتحقق دايما في رفع الاثقال، مين الدول المنافسه ليكي في البطولات دي؟ بيبقى في من تونس وفي من الجزائر وفي من بلاد كتير يعني. بس الحمد لله يعني بنجيب ده. في كمان بطوله الناشئين شاركتي فيها؟ لا انا كبار. قبل كده. شاركت في بطولات كتير وحصلتي على ميداليات ذهب. الان انت من بدايه صغيره قوي صح؟ دخلت المنتخب من عندي 14 15 سنه وبحقق ذهب يعني من فترتها. هي موجوده معانا البطوله. يعني تفتكري البطوله دي؟ ده بطوله 2023. من شهر 10 اللي فات. ده دي كانت يعني ايه تفاصيلها؟ احكي لي يعني. هو الماتش دوت يعني كان يعني صعب معايا عشان انا اتصبت اصابه كبيره. فقبل الماتش دوت لدرجه ان انا ما كنتش هلعبه اصلا، فالحمد لله يعني كان معايا الدكتور بتاعي والمدربين كانوا جنبي، وقدرت ان انا احقق واعمل مستوى كويس في الماتش. يعني كله اتفاجئ بيا اصلا في الماتش ده حقيقي. ايه نوعيه الاصابه اللي كانت عندك؟ كان اصابه في ظهري. من ما طبعا ده بيبقى حمل، بس اكيد بيبقى لها طريقه معينه ان هي تامن. والله هي لعبه رفع الأثقال مش عنيفه زي ما البعض واخد فكره عنها، هي لعبه تحدي واصرار وعزيمه. طبعا هي لازم اكون عندي تدريب كتير عشان اقدر احقق التارجت المطلوب مني. انا عايز ازيد في الارقام، فلازم في عمليه تدريبيه بتتم، والتغذيه مهمه جدا، النوم مهم جدا. انا ببني بطل، انا كاتحاد ببني بطل. طبعا انا عايزه يزيد في الارقام وارقامه تعلى عشان ينافس العالم بره. العالم بره بيتقدم. زي ما الكابتن قال، نظام غذائي سليم وكمان عدد تدريب ساعات. احكي لي بقى بالنسبه لك ايه نظامك الغذائي وبيختلف من وقت لوقت؟ عدد الساعات اللي بتتدربيها؟ احنا بيبقى عندنا فترتين تمرين، فتره الصبح وفتره بالليل، يبقوا ساعتين ثلاث ساعات كده، يعني ساعه ونص، تختلف بقى من الصبح ساعتين وبعد الظهر ساعتين برضو.
فبتختلف بقى حسب التمرينة كبيرة صغيرة، بيختلف وقت الساعات بقى. والنظام الغذائي يعني بيبقوا يعني الاجتهاد بقى، بيبقى يعني الوجبات لازم يبقى فيه بروتين مش عارف ايه، بيبقوا مظبط بقى الاكل بتاع اللعيبة يعني، احنا بنبقى مسؤولين منهم فهم اللي بيبقوا مشرفين على كل حاجة يعني. هل نظام التدريب يختلف لما تبقي داخلة على بطولة عن العادي؟ اكيد بيختلف في كل حاجة. ايه بقى انت بتقولي 3 ساعات و3 ساعات او ساعتين وساعتين، بيبقى ايه طول النهار؟ لا هو نفسه بس يعني الاحمال بتخف، بس بنتمرن برضو تمرين الصبح وتمرين بالليل زي ما هو، لكن الاحمال بتخف بس يعني اللي هو مش كده اللي هو التكرارات مش عارف ايه كده بتقوم بتخف. اسلوب التدريب نفسه يعني خطه التمرين مش عارف ايه، التدريب ده بيختلف من فترتها الفتره اللي قبليها يعني. الرياضه دي يا كابتن ليها سنه معين عشان الانسان يبتديها او الطفل يبتديها؟ يعني من بعد 10 سنين كده. قبل كده ما ينفعش؟ لا يعني لسه عظمه بيتكون وعضلاته لسه ضعيفه. تمام. احنا حتى لما بنبدا مع الناشئ اللي هو من بعد 10 سنين احنا ما بنحملوش سكر ولا بيشيل. لا 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 هو كمان اللي انا اعرفه ان هي بتبقى اوزان، فيعني حضرتك اشرح لي شويه. احنا في مرحله التعليم ده تكنيك بنتعلم تكنيك بس. التكنيك ازاي بتاعه يشيل ازاي ازاي تقف على البار، ازاي تمسك البار، ازاي تقفز بالبار. يعني مش محتاجين منه لمده سنتين ان هو يرتفع بالوزن او يشيل وزن. تمام. تكنيك بس. وبعد كده من عنده 14 سنه بنبدا بقى ايه هو ومهارته بقى. المهارات الفرديه بتفرق من لاعب للاعب، الشخصيه بتفرق. لاعب لكن مش الوزن. في ناس بتفتكر ان وزن جسم هو اللي بيتحكم في وزن اللاعب اللي بيتعمل. لا طبعا طبعا بيفرق يعني برضه؟ يعني لاعب وزنه 45 كيلو غير لاعب وزنه 55 كيلو. ده ممكن يشيل اكتر. ايوه كل ما ميزان اللاعب بيزيد طبعا الوزن بيزيد، بيبقى عنده قوه. القوه بتخليه يشيل وزن اعلى. تمام. فالعمليات التدريبيه منشقه لعمليه مهاريه نفسيه منافسات. اللاعب ده احنا بنبنيه، عنده اصرار، عنده عزيمه، عنده تحدي.